تحويل العواطف إلى قناعات، هنالك فرق كبير بين العواطف وبين القناعات. العواطف تتعلق بالقلب، والقناعات تتعلق بالعقل. علة وجود العواطف الأجواء، يأتي هنالك جو عام أو حادثة معينة فتخلق عاطفة، ولكن القناعات تبتني على قواعد فكرية. العواطف مؤقتة، عندما ذلك الجو ينتهي العاطفة تنتهي، ولكن القناعات تتصف بصفة الثبات، ثابتة.